باسكي ممكن تعمل نفس الحالة دي في الدوري الأسباني غير ميسي وغير رونالدو؟ بالطبع ريال مدريد وبرشلونة أتلتيكو مدريد يمتلكون لاعبين كبار. أعتقد أن كل الفرق الإسبانية تمتلك لاعبين كبار، أو حتى اللاعبين الإسبان الذين يلعبون في الخارج يمتلكون مواهب كبيرة. بالنسبة لنجوم الكرة المصرية، أنا عارف طبعا أنك أنت يعني يمكن تعاملت بشكل مباشر مع أحمد حسن، وإحنا اتكلمنا عن التجربة أو أنت اتكلمت عن تجربة تدريبك ليه في بشكتاش. أعتقد برضو أنك أنت تابعت محمد صلاح نجم مصر المتألق مع ليفربول. انطباعاتك اللي كونتها عن اللاعبين المصريين بشكل عام، سواء كابتن أحمد حسن أو من نجم زي محمد صلاح؟ إذا تحدثنا عن محمد صلاح فهو لاعب فقد صنع حقبة في تاريخ ليفربول، هو لاعب كبير في الهجوم وعلى المستوى الفردي يصنع الخطورة الكبيرة ويمتلك موهبة كبيرة. وبالنسبة لأحمد حسن، ويمكن كان قائد المنتخب الوطني لفترة طويلة وحقق عدد كبير جدا بطولات، أعتقد 4 بطولات لبطولة أمم أفريقيا حققهم مع منتخب مصر. لقد كان شرفا أن أعمل مع أحمد حسن، لقد كان شخص رائع للغاية، متواضع، وكانت العلاقة بيننا جيدة، لقد كنا أصدقاء. من وجهة نظر ديلبوسكي، مين أكثر المنتخبات المرشحة؟ يمكن كان في تصريح أخير للويس إنريكي كان بيتكلم، مدير فني طبعا لمنتخب أسبانيا، كان بيتكلم فيه على أو بيسألوه فيه على حظوظ منتخب أسبانيا في تحقيق اللقب، قال إنه البرازيل والأرجنتين هم المنتخبين الأقرب لتحقيق لقب كأس العالم. هل بتتفق مع تصريحات لويس إنريكي؟ ويهمني أسمع رأيك في المنتخبات المرشحة أيضا لتحقيق اللقب. لا أريد أن أعلق على تصريحات أي شيء. كل المنتخبات تمتلك حظوظ كبيرة، البرازيل والأرجنتين تمتلك حظوظ كبيرة بما تمتلك من لاعبين كبار. في الوقت الحالي لم نقدم الصورة الكبيرة بالنسبة لأسبانيا في دوري الأمم، ولكن هناك منتخبات كبيرة مثل فرنسا أيضا. طب تعليقك على المستوى أو يعني رؤيتك للمستوى اللي بيقدمه على الأقل منتخب أسبانيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية، متصدر مجموعته أعتقد برصيد 8 نقاط. أعتقد أن المستوى كان غير جيد في البداية، المستوى كان تصاعدي واستطعنا في النهاية أن نتصدر المجموعة، ولكن أداء المنتخب بشكل عام كان جيدا. الأمور لم تكن سهلة لأن الأمر تزامن أيضا مع نهاية الموسم، موسم طويل من كرة القدم، فكانت الأمور صعبة في البداية. مين الفريق سواء كان أندية أو منتخبات بيقدم كرة مقنعة بالنسبة أو ممتعة بالنسبة لفينسنتي ديلبوسكي، ومين هم أفضل 3 مديرين فنيين في العالم في الوقت الحالي؟ حسنا، لقد رأينا نهائي دوري الأبطال استثنائي، ريال مدريد في ثمن النهائي عندما أقصى باريس سان جيرمان ثم تشيلسي ثم مانشستر سيتي وفي النهاية ليفربول. لقد كانت مباراة رائعة، من الصعب أن تتحدث عن مستوى كبير في مع هذه الارتباطات الكبيرة والمباريات الكثيرة، ولكن ريال مدريد بكل تأكيد. طيب خليني